مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم دايما في همزه وصل، هذا البرنامج اللي بنفتح به قناه للتواصل والتحاور وسماع ارائكم في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري العادي. هذه القضايا سواء كانت محليه او عالميه او عربيه فهي قضايا تهم المواطن في الشارع. همزه وصل دائما منكم وبكم واليكم، نتمنى منكم سماع اصواتكم سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق جهات الاتصال التليفونات وغيره، فهذا البرنامج لن يكتمل إلا بسماع آرائكم. همزة وصل يمكنكم التواصل دائما معنا عن الطرق التالية. سيكون معنا دائما أرقام التليفونات كما ستظهر معي الآن 14 51 و09 3 94 51، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب وإنستغرام. همزة وصل إي جي هو العنوان الموحد لهذا البرنامج الذي نقدمه لكم من النيل الأخبار. هذا البرنامج كما قلنا هو بكم ومنكم وإليكم، ودائما الرأي فيه رأيكم. عنوان هذه الحلقة سنتحدث فيها عن موضوع مهم وسيكون كالتالي: كيف نضمن نجاح مبادرة رئيس الوزراء للقضاء على التعديات على نهر النيل والمجاري المائية؟ هذا هو عنوان الحلقة، نتمنى منكم التواصل. دعونا نخرج إلى فاصل سريع ونبدأ معكم هذه الحلقة من همزة وصل. في إطار حماية نهر النيل شريان الحياة، أطلق رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخطة القومية لحماية نهر النيل من التعديات وآثار التلوث تحت عنوان ميثاق النيل. كذلك أطلق لجنة حراس النيل التي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع. يأتي التوقيع على الوثيقة في إطار إعلان عام 2015 بمثابة عام النيل، وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه وفق توقيتات زمنية محددة وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة التي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع. وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد رئيس الوزراء أن التوقيع على وثيقة حماية نهر النيل هي بمثابة إصرار على حماية حياة المصريين، كما استنكر محلب صور التعدي على نهر النيل وأبرزها البناء المخالف وإلقاء الصرف الصحي والصناعي في النهر، مشددا على أن الحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين. من جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفة التعديات على النيل وتغليظ العقوبات على المخالفين. وأشار مغازي إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر. كانت وزارة الري قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تحرير ما يزيد عن 30,000 حالة تعد خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نحو 7,500 حالة خلال العام الماضي. تأتي مبادرة الحكومة لحماية نهر النيل إعمالا بالمادة رقم 45 من الدستور التي ألزمت الدولة بحماية النهر والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، كما أكد الدستور على حق المواطنين في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي عليه أو الإضرار بالبيئة النهرية. هذا التقرير السريع وضعنا في موضوع الحلقة. من منا لم يسمع مصر هبة النيل الذي هذه الكلمة الشهيرة التي أطلقها هيرودوت على مصر؟ فالنيل هو ربما ما يكون صنع حضارة المصريين منذ القدم، فنهر النيل ينقل الخير دائما من وسط أفريقيا إلى مصر. مصر كانت وما زالت كانت سلة غلال العالم، نتمنى أن تعود لهذا الوضع، فكان الخير ينتقل إلى مصر والأراضي المصرية عن طريق النيل الطمي وغيره. الخير الكثير، النيل هو
شريان الحياة، كان شريان للنقل وكان شريان للطعام وإطعام المصريين، حتى عام يعني عندما تم إنشاء السد العالي ربما يكون أحد الأشياء الضارة التي يعني كانت من مساوئ هذا السد هو حجز طمي النيل عن الأراضي، ربما سبب إلى انكماش الرقعة الزراعية. لكن أيضا السد العالي كان لها مميزات كثيرة، منها أكبر بحيرة صناعية في العالم، مخزون مائي ضخم تتمتع به مصر سيحميها ربما لأعوام وأعوام من الجفاف، حماية مصر من الفيضانات التي كانت تهلك الزرع وتهلك الضرع كما يقولون، وكانت تهلك كثير من بيوت الفلاحين المصريين. نهر النيل كان دائما هو شريان الحياة وشريان الخير. هذا النهر المهم الذي بدأنا نهمله في السنوات الأخيرة ونتعدى عليه بكثير من التعديات، أهمها التعديات كما سمعنا في التقرير، البناء المخالف، رمي المخلفات والكثير من المواد الضارة التي تنتقل إلينا عن طريق الطعام وأيضا عن طريق الماء. فهذا النهر هو مصدر المياه وهو ما يروي عطش المصريين وكثير من حالات الفشل الكلوي وغيرها من الكثير، كلها يعني ربما يكون سببها الأول هو الإنسان. هذا هو موضوع الحلقة، نتمنى منكم التواصل معنا، وسأستمع لرأي بعض الخبراء في هذا الموضوع في انتظار آرائكم ومشاركتكم على الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. الآن معي مجموعة من الاتصالات الهاتفية، سنبدأ بدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية. يعني أستاذ نادر تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور نادر، يعني تعديات على نهر النيل ربما تضعنا في أهم، حتى نوضح الصورة بشكل كبير للمواطن المصري، أهم التعديات التي تضر بالمواطن وتضر بالدخل القومي وتضر بغيره هي نعتبرها تعديات على نهر النيل. نعم معك حق، كما أعلنت وزارة الري أن الرقم الرسمي بيقترب من 50,000 حالة تعدي مباشر على نهر النيل. تمام. بالبناء عليه، ده معناه أن احنا إذا قسمناها على 27 محافظة تعني أن كل محافظة لديها أكثر من 2,000 حالة تعدي مباشر على نهر النيل بالبناء عليه. تمام. مباشرة، لأنه ده من النوع بعضهم بيردم مساحات من النيل تصل إلى 10 متر جوه نهر النيل عشان يقيم عليها أساسيات البيت اللي عايز يعمله، بعضهم بيقيم عليها كافيتريات. طبعا كل ما يقام على هذا النهر هيكون الصرف ومخلفاته تلقى مباشرة في النيل، أندية ومقاهي يعني لا قدر الله لا من سلطان أيضا تتعدى على النيل وتحول إلى يعني مصرف ومنظر وغير، وكل دي تعديات مرفوضة. طيب دكتور، يعني دي ربما تكون فعلا تعديات، لكن بتلقي عايزين برضو نلقي الضوء على فكرة الصرف الصحي وصرف المصانع الصناعية في النيل، وبشكل مبسط عايزين نوصله للناس ده بيضر بالنيل وبيضر بالوطن والمواطن ازاي. ما هو ده التعدي الثاني والثالث اللي هو الصرف الصناعي والصرف الصحي، انما انا عايز اقول لك ان انت كمان لما بتردم مساحات من النيل او كل واحد ردم 10 متر جوه النيل، ده معناه ان سعة النيل نفسه ضيقنا عرض المجرى، وبالتالي هيبدأ الفلاحين اللي في نهاية الترع لا تصل اليهم المياه فتبور اراضيهم وتملح ويبدأوا يروا بمية المجاري، وده ينعكس في النهاية على صحة الانسان، وهو الامر الواقع دلوقتي. تمام. الامر الثاني ان انا عندي حوالي 102 مصنع مقامين على النيل مباشرة في مصر، ودول بيلقوا بمخلفاتهم الصناعية وأغلبها مواد شديدة السمية بنسميها، سواء كانت ملوثات عضوية أو ملوثات معدنية من الفلزات الثقيلة، بتؤثر مباشرة على صحة البني آدم فبتصيبه بمختلف أنواع السرطانات والأورام، طبعا الفشل الكلوي كما تفضلت والتليف الكبدي. تمام. وغيرها من الأمراض. ثم عندي أيضا أحواض الصرف الصحي في الأرياف كلها، الكميات كبيرة بتلقى في الترع وفي المصارف، أنا عندي في بعض القرى بيصل نسبة الصرف الصحي فيها 1% فقط، فباقي السكان بعد إلغاء الترانشات أصبح كل بيت بيوصل ماسورة على أقرب ترع وعلى أقرب مصرف،
واحنا بنعيد استخدام مية الصرف مرة أخرى في الري، فكل ده بيعود عني. لكن يمكن أخطرهم إن أنا عندي في قرى الصعيد 5000 حوض تجميع حكومي للدولة بتقوم بتجميع مياه الصرف الصحي من قرى جنوب الصعيد وتصب مباشرة في النيل. طيب دكتور نادر اسمح لي هنرجع للنقطة دي تاني عشان نحط إيدنا عليها. أنتقل للواء سامي عبد الله رئيس هيئة موانئ النقل البحري سابقا. يعني دكتور هاني تحيات لحضرتك. اللواء سامي عبد الله رئيس هيئة النقل النهري. أهلا بيك يا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، يعني فكرة ان نهر النيل كان رافض ومحتاجين ان احنا نحوله رافض مرة أخرى للنقل النهري واستخدامه في النقل، وتأثير التعديات اللي موجودة على مجرى النهر من كافيتريات، من نوادي، من مصانع، وبتلقي المخلفات بتضر بالنهر نفسه. حضرتك أولا لازم نحط في اعتبارنا من أعلى رأس الدولة إلى أدنى بني آدم أن النيل له حرمة صحيح. وله احترام، ولازم نرد اعتبار نهر النيل لما حدث فيه من فساد على مدار 40-50 سنة فاتت. حضرتك الكل اللي الردم اللي في نهر النيل والبنى اللي على نهر النيل دوت بسبب تواطؤ المحليات، بسبب تقاعس استاد المحافظين. لان لو كل واحد، لان مش معقول انا ابني مبنى وبعدين بعد كده اقول ان ده مخالف واعمله مخالفه واسيبه كمان، يعني مش بعمل له مخالفه واشيله، لا ما هو عايز يتحلل من المسؤوليه بتاعته. تمام. فيقول انا عملت له مخالفه. انا عملت له محضر. فين شرطه المسطحات، البيئه والمسطحات هي المسؤوله عن التلوث في ومسؤول عن التعديات في نهر النيل؟ فين وزاره الري؟ مشكور ان الدكتور حسام مغازي دلوقتي بيقوم بحمله، بس نرجو ان هي ما تبقاش فوره. لا، الحمله دي لازم يكون لها اداره ازمه صحيح. وتستمر مهما طال الزمن بتاعها. هو ده المهم. وبعدين لازم تجرم المحافظ اللي هيبني على في نطاق محافظته مبنى مخالف على النيل، لازم يحاسب جنائيا هو ورئيس الحي او رئيس المدينه التابع ليها هذا المكان. تمام. لكن احنا القوانين مش مظبوطه. طيب سياده اللواء اسمح لي انتقل برضو للاستاذ ابراهيم كامل خبير التنميه المستدامه. يعني استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك. حياتي ليك والبرنامج والمشاهدين. فيها اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. فكره التنميه المستدامه، فكره ان النيل كان دائما هو شريان الحياه في مصر وهو ناقل الخير، ويعني احنا بنشرب منه واكلنا منه وكل حاجه اساسها النيل. فكره التعديات على النيل وتاثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى تنميه مصر عموما. انا اوضح لحضرتك الاول والساده المشاهدين ايه الاضرار اللي بتعود علينا من التعديات على النيل. تفضل يا فندم. التعديات على النيل بتضر المواطن المصري حضرتك بتلوث صحي. صحيح. بصري وسمعي وصحي. نقول بصري ازاي؟ انت عارف ان المصريين كلهم عايشين في الاماكن اللي هي مثلا من الشعبيه، عايشين في اماكن ضيقه وما فيهاش جناين ولا فلل ولا بتاع، فبيخرجونا في الصيف للتنزه على النيل، فبيتحرموا من التعديات دي حضرتك من الانديه انهم يشاهدوا النيل، ويصبح منظرنا تمام السياحه ان بنقف على الكباري ويبقى منظر. هل الكباري جعلت لان الناس تقف عليها وتقف تتفرج من النيل ويبقى معدي السياح وصراحه جانب ده بالنسبه للبصري؟ بالنسبه للسمعي؟ السمعي حضرتك الانديه والكبيره انتشرت بطريقه وملاهي وانتشرت بصوره رهيبه على النيل. هذه بتؤدي حضرتك انهم بيستخدموا وسائل سمعيه شديده جدا مصريه صاخبه. واما الصحيه بقى حضرتك دي اهم حاجه طبعا. الصحيه حضرتك هنا معالي وزير الراي قال ان انا عندي النيل البنك مليان اللي هو بحيره وفيها تصريف مليار للبحيره، وعندما سؤال يعني عن الكهرباء ليه ما بتجيش من المستشفى العالي وعندي النيل مليان. طب لما البحر مليان والنيل مليان، لماذا تجد الفلاح المصري يجد فيه الحمولي والمنوفيه والشرقيه ودمياط وفي الترع فيها صرف صحي ومجاري وعلى القنوات الفضائيه الخاصه حضرتك والتلفزيون المصري
اشتكوا كتير قوي لهذا العام، واختلط المياه الصرف الصحي بمياه الزراعه. ويعني اسمع بقى المفاجاه حضرتك، اتفضل. المفاجاه هنا ان المطبخ المصري يدخله يوميا مرض. ايه هو المرض ده؟ من ما يدخل من خضره، انت تعلم طبعا ان ما فيش بيت بيحتاج للخضره اللي هي شبه بقدونس الخس والحاجات اللي احنا بنعمل بيها سلطاتنا وبنعمل اكلنا كلها ثروة على مياه هذه المصارف ايه الصغيره. فارجو ان تكون عام 2015 ان يكون عام ازاله التعديات، مش بس وتطهير الصرع والمصارف وتفصيلها وتوصيل المياه للناس طالما البنك عندنا في المايه، وهذا يكون تمهيدا لمشروع القومي. اسمح لي ان انا ارجع لموضوع التعديات مع دكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائيه وكليه الزراعه وخبير المياه. دكتور نادر تحياتي لحضرتك مره ثانيه. يعني كنا بنتكلم على فكره حضرتك قلت لي في اكثر من 50 يعني جهاز او تابع للحكومه بيصرف الصرف الصحي في النيل. ده صحيح 50 ألف حوض تجميع لمخلفات لمخلفات الصرف الصحي لقرى جنوب الصعيد. تمام. بتصب في النيل مباشره، وهنا بقى دور وزاره البيئه ودور ايضا وزاره الزراعه بانه وزاره الري بانه ادخال سواء ادخلنا الصرف الصحي الى هذه القرى او على الاقل ان تصرف في الصحاري ولا تمام. ولا تقوم بالصرف والصب في نهر النيل، لانه طبعا بالتاكيد الصرف في البر اقل ضررا كثيرا من الصرف في طيب. مياه الشرب. دكتور نادر، انا يعني احنا بنتكلم دلوقتي في فكره الصرف الصحي، احنا ما عندناش حلول تقنيه اعلى، لان احنا برضو لو صرفنا في الصحاري احنا عندنا مياه جوفيه ربما نحتاجها في القريب العاجل بعد ازمه موضوع سد اثيوبيا والتخوفات من انخفاض المنسوب المياه في نهر النيل وغيره. عندنا مياه جوفيه كثيره، لما نخلطها بالصرف الصحي برضو فين التكنولوجيا؟ فين دور التكنولوجيا وخروج من ازمه ان احنا نصرف هنا او هنا؟ لا، هي لن تكون اهدارا ولن تكون خلطا. انت عارف احنا الاراضي الزراعيه بتمثل 3% فقط من مساحه تمام. مصر كلها، واحنا بنعيش على كمان 3%، ف 6%. انا عندي الصحاري بتمثل 95%، فيمين وشمال صحراء شرقيه وصحراء غربيه بيمثلوا مساحات كبيره. اما ان انا استخدم مياه الصرف الصحي مثلا في انشاء الغابات اللي بتكون كاحزمه خضراء للمحافظات تمام. وللمدن، أو إن أنا أستغلها في زراعة حزام من حاصلات الوقود الحيوي وكلها بتعطي عائد كبير من السولر اللي بنعاني من عجز منه، وتجود على مياه الصرف الصحي وعلى مياه المخلفات وتتحمل الآثار غير المواتية سواء لملوحة المية أو تلوثها أو التربة أو غيره، وبالتالي أقدر أستثمر هذه المخلفات بدل ما تكون عبء على الدولة تكون إضافة للاقتصاد المصري سواء في اشجار الغابات. طب دكتور نادر، فين هذه الملفات وهذه يعني انتوا علماء، فين مشاركه العلم في وضع ملفات اقتصاديه قوميه لاستخدام واستغلال الصحاري واستغلال هذه الموارد وتنقيه المياه؟ واحنا بنتكلم في زي ما قلنا التعديات على النيل، نخلص من الصرف الصحي، اين هذه الملفات العلميه؟ والله يمكن احنا من 4 سنين لما اتعمل اول مصنع للوقود الحيوي في مدينة السويس خصصنا 1000 فدان لإقامة أشجار في الأحزمة الصحراوية للمدن، وخاصة اختصينا محافظة الأقصر أو وقتها، وكان في محافظ نشط اللي هو سمير فرج، وبدأ ينفذ فعلا حزام الوقود الحيوي في الأقصر وأسيوط وسوهاج بمساحة 1000 فدان، وكانت النية قابلة للتوسع. لكن طبعا من ما حدث من 2011 ل 2014 خلى امور انه كلها تسيير اوضاع اكثر منها تنميه، انما احنا بنعمل دلوقتي العوده الى التنميه بان احنا عندنا كل اراضي الواحات فيها ما يقرب من 2 مليون فدان بابارها مالحه والارض مالحه انما قابله لاستغلال في زراعات الوقود الحيوي، ايضا مخلفات الوادي الجديد كلها اللي بتخزن هناك في اكثر من 5000 فدان كان في مخطط عاملينه وكان مع السيد اللواء اللي هو محافظ اسكندريه الحالي علشان نحوله استخدام مياه الصرف الصحي الى ري حاصلات الوقود الحيوي.
وبالتالي ان شاء الله بنامل ان احنا في الفتره ان شاء الله يا دكتور نادر، ونتمنى ان الملفات دي تكون موضوعه قدام القياده السياسيه، لان دي طبعا مستقبل او احدى اوجه مستقبل مصر. زي ما حضرتك تفضلت ان الامراض المنقوله بالمياه وبالغذاء المروي على المياه الملوثه زادت بشده، بالاضافه الى تدهور الطرق الزراعيه بسبب استخدام المياه الملوثه سواء بمياه الصرف الصحي او الصناعي، واصبحنا الان ندخل في جوله جديده من استصلاح الاراضي الملوثه. كان قبل كده بنصلح الاراضي الملحيه، الاراضي القلويه، الاراضي اللي حلتنا لسه هي اللي بقت ملوثه كمان. انا بشكرك دكتور نادر نور الدين. الانسان المصري خطير جدا. تمام، بشكرك دكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائيه بكليه الزراعه وخبير المياه، واعود للواء سامي عبد الله رئيس هيئه موانئ النقل النهري سابقا. سياده اللواء، يعني أحد التخوفات أيضا من استخدام أو العودة لاستخدام النقل النهري، ويعني مخلفات جديدة من الوقود ومن مخلفات السفن، وإحنا عندنا برضو أحد صور التعديات على النهر هي وجود مراكب سياحية بترمي مخلفاتها في النهر، رأي حضرتك؟ طيب معلش أنا هرجع لنقطة صغيرة. تحياتي للدكتور نادر، وبفكر ان هو وعدنا سيادته في احدى البرامج من يوم الثلاث ايام ان هو هيقدم تقرير للسيد رئيس الجمهوريه بخصوص الاستفاده في الطمي بتاع بحيره ناصر. تمام. والاستفاده بالاسمده العضويه وشويه مشاريع جميله جدا جدا جدا، ربنا يكرمه. وبنفكر سيادته ان هو يعني يستمر في هذا المجهود. نتمنى منه ذلك واكيد هو سمع حضرتك. اتفضل. الحاجة الثانية حضرتك، أنا أما كنت رئيس هيئة النقل الناري قدمت مشروع وتوافق عليه في مجلس الإدارة بخصوص حل لمشكلة التلوث في نهر النيل خاصة ما بين الأقصر وأسوان. تمام حضرتك، قصدك التلوث الناتج عن المراكب السياحية؟ المراكب السياحية. تمام. أيوه. أوكي. المراكب السياحية حضرتك للأسف الشديد وللسلوك السيء بتيجي وهي شغالة بالليل، تروح جاية فاتحة المحابس بتاعتها ورامية كل مخلفاتها في النهر. ودي حقيقة يعني ما حدش يقدر، مش هيفيدنا ان احنا نخبيها يعني. تمام حضرتك. تمام، احنا قلنا ان احنا نعمل مراكب دبل سكين او دبل بوتوم، بحيث ان المراكب دي تبقى محطات ما بين الأقصر وأسوان، المركب نفسيها تاخد مخلفات مركب السياحة. تمام. ولما تتجمع جميع المخلفات وتتميل المركب تروح على البر على المصير وتصرف على الصرف العمومي. دي فكرة جيدة ونتمنى ان هي تكون وصلت. تمام. الموضوع ده ما اتعملش لحد دلوقتي، ولعلم حضرتك 6000 طن لما المراكب تعمل بالحمولة القصوى بتاعتها في السياحة بيترمي يوميا 6000 طن من المخلفات في مياه نهر النيل. انا بشكر حضرتك سياده اللواء سامي عبد الله رئيس هيئه موانئ النقل النهر سابقا، واخيرا مع الاستاذ ابراهيم كامل خبير التنميه المستدامه. استاذ ابراهيم، نعود مره اخرى لفكره التنميه المستدامه ودور نهر النيل ورفع التعديات عن هذا النهر اللي هو شريان الحياه في مصر. دلوقتي حضرتك احنا المشاريع زي ما قال تحاتر الدكتور نادر نور الدين والست اللواء، زي ما قال ان المشاريع موجوده حضرتك، يعني لن تعلم ان في مشروع من عام 2000 مشروع القوم. ما انا يعني حضرتك كنت متابع، انا سالته فين دور العلم؟ فين الملفات؟ الملفات موجوده وعندنا التجارب، لكن فين العمل؟ مشروع حضرتك مشروع تنميه جنوب الوادي. تمام. مشروع حضرتك زي ما قال الدكتور نادر الدين طوله 1200 كيلو مرورا من مدينه 6 اكتوبر والوحات الفرافره الوادي الجديد لشارع العوينات بالقطار بانبوب الميه في وزاره الزراعه من عام 2000 لحد دلوقتي 10 وزراء لم اجد وزير يستطيع ان يستوعب مشروع هيصلح 4 مليون فدان في غضون 5 سنوات. والمشروع الاخر هو مشروع قومي للتصحر قطاع الصحر، مشروع قومي افرو اسيوي حضرتك موجود دلوقتي بجاز مصر واثيوبيا والمملكه العربيه السعوديه جناحي الشرق والغرب وليبيا والكويت والسودان واثيوبيا لقضاء على التصحر في افريقيا حضرتك وزراعة الصحراء، حيث ان البترول بعد 40 عام 50 عام سيفرغ. فموجود المشاريع موجوده حضرتك، وفكرته بسيطه جدا، احنا ليه بنبحث عن طب منتظرين حضرتك. ايه يا استاذ ابراهيم؟ منتظرين حضرتك ان 7 اشهر الصف اللي انا لما قلت في احد الحلقات في التلفزيون المصري
قناه النيل الصلاه اللي انا بدعمها من كل قواتي لتكون بديله للافضل القنوات العالميه المفروض بقى مش مصريه بقى. تمام تمام يا دكتور. قلت بعد حلقتي الصف اللي موجود دلوقتي في جميع الوزارات حضرتك هو الصف الثاني الاولاني ده اللي خلف الوزراء، بياتي الوزير اذا لقوا الوزير ماشي مع هواهم بيقولوا يقعد، ما لقاش بيقول لك هو يمشي احنا نقعد. قلت هذا الكلام يعني في النهايه احنا محتاجين اراده سياسيه. سبعه اشهر ساعتك اديني نص دقيقه، سبعه اشهر محاوله وزير الزراعه يقول لي تعالى عشان مشروع الزراعه انت تجيني ويمنعني من انا قلت له انت جاي، يعني انت بقالك 10 شغال مع 10 وزراء طول عمرك في فساد. تمام. فبواجه فساد 12 عام فنعمل ايه طيب؟ معالي رئيس الوزراء الوصول ليه صعب، يعني انا عشان اروح كنت بروح وزاره. عموما استاذ ابراهيم ادي صوتك وصل عن طريق انا عايز بس ايوه انا بس عايز اوضح لك ان هم يتواصلوا مع حضرتك. المشروع اللي قال عليه الدكتور مغازي ده ان هو النيل هيعود السياحه، هيعود علينا بالخير في السياحه، وهل هو على أجندة مؤتمر الاقتصاد موجود معالي وزير الري حطه على أجندة المؤتمر في اللي هو 2015؟ تمام أكيد طبعا دي كلها ملفات هتكون مطروحة المشروع اللي هو التاكس الفرنسي. أستاذ إبراهيم يعني أنا بشكر حضرتك أستاذ إبراهيم كامل خبير التنمية المستدامة، نشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى هذه المشاركة. ومشاهدينا الكرام أكيد الشارع المصري هو أحد المهتمين بهذه القضايا، فحصدنا رأي هذا الشارع في التقرير التالي. بالنسبة للتعديات على نهر النيل دي تعتبر جريمة، وجريمة من اللي هي من الدرجة الأولى، يعني مش يعاقب عليها قانون وبس، لا دي جريمة حق الإنسانية. النيل كله قد إيه عشان الناس تتعدي عليه وتبني عليه وترمي فيه وصرف ونفق بتاع حيوانات والكلام ده كله، والماء دي اصلا ترجع لنا تاني واحنا بنشربها. نهر النيل يعتبر من النعم اللي انعم الله فيها على مصر، والمفروض انه ما يتم التعدي عليه ويتم تنظيفه والاهتمام فيه. النيل بيمثل لمصر حاجه كبيره قوي، تمام؟ فلازم اننا نكون من اكتر الناس، يعني المصريين هم الناس الاوائل اللي هم لازم يحافظوا على النيل ولازم يحافظوا عليه من التعديات، سواء المصارف او القمامه او الحاجات دي كلها اللي بتترمي في النيل، كل ده بيأثر على المصريين والثقافه والحضاره وكل ده. اهم حاجه النيل، اهم حاجه المايه اللي احنا عايشين عليه. مفيش مايه يبقى مفيش حياه. في تعديات كتير جدا على نهر النيل، غير كده اهم حاجه القانون يتنفذ، يعني احنا من السهل جدا ان احنا نحط قوانين، ولكن ان القانون نفسه يتنفذ هي دي المشكله. على كل منطقه قدام منها ناس ساكنه او ناس بتستعمل النيل تحافظ عليه، ولو لقيت حد بيرمي مخلفات يحاول ان يقول له كده غلط كده حرام، ده احنا بنشرب من الميه، صح ولا ليه؟ انا راجل من بلد ارياف، جنب مني انا ساكن جنب البحر جنب نهر النيل. فاثناء الثوره ما حصلت حصل ردم للبحر، يعني الناس ردمت اللي كان مثلا على البحر، مثلا في بينه وبين البحر 2 متر او 3 متر، اصبح بينه وبين البحر دلوقتي 7 متر و8 متر، وبقى يبني محلات. هذه المبادره يعني احنا نؤيدها، ويجب اننا نتعامل معاها بايجابيه، لان فيما الوعي لدى الكثير من الناس ما هوش بالدرجه المطلوبه باهميه النيل لمصر. مشاهدينا الكرام ده كان مجموعه من اراء المواطنين في الشارع المصري في هذه القضيه المهمه، ودائما هذا البرنامج منكم وبكم واليكم، والراي دائما في رايكم. ننتقل الان لزميلتي ايمان الشيخ، لديها الكثير من التعليقات على الفيسبوك وتويتر، وسنستمع ارائكم على هذا الموضوع. اليك ايمان. نعم حسام، لو أن القانون ينفذ ما بكى النيل واشتكى، كانت هذه أبرز أو كان هذا التعليق من أبرز الأطروحات التي طرحها أو عبر عنها مشاركين عبر شاشة همزة وصل لضمان نجاح عملية تطهير النيل أو المبادرة التي قام بها رئيس الوزراء للقضاء على التعديات الموجودة على نهر النيل. أبدأ معك مع مشاهدينا بأبرز التعليقات التي وردت إلينا. قاسم عبد الله يقول: أرى أن رئيس الوزراء والمسؤولين قادمون أو يسيرون بمصر إلى مستوى أفضل، وبالنسبة للتعديات على نهر النيل هي مشكلة صعبة، ويجب أن يتوجه أو يجد المسؤولون حلا نهائيا لها، وأن يعاقب كل من اعتدى على مياه النيل، وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المصانع التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات
في النيل. تعليق آخر من سيف جمال يقول: مصر هبة النيل، هي منحة من الله لمصر، والتعدي على النيل هو خطأ كبير، والحل يقتصر أو يتوقف على تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع بشكل كبير. حمادة يوسف يقول، هو يحدثنا من سوهاج، يقول: بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، والتوعية المستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على شريان النيل نظيفا، يمكن أن نضمن بذلك نجاح مبادرة رئيس الوزراء للقضاء على التعديات. عبد الله فوزي يقول: ولن يكون ذلك بتوعية المواطنين، فالمفترض أن تكون هناك برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين في جميع شاشات التلفزيون، أن يتم كذلك تفعيل القوانين الصارمة بمعنى الكلمة، ولا يستثنى منها أحد على الإطلاق، سواء كان مواطنا عاديا أو كان من أصحاب المصانع والشركات التي تقوم بالاعتداء بشكل مستمر ومتكرر على مياه النيل. مشاهدينا، نعود من جديد إلى استوديو تحليل همزة وصلوا مزيد من الاتصالات الهاتفية. حسام، الكلمة لك، تفضل. شكرا لك إيمان، وشكرا مشاهدينا الكرام لكل من شارك بالرأي في هذا البرنامج. فكما قلنا، هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، وأستقبل مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي: اللواء سيد الجمل مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، الدكتور محمد الحداد خبير بحري واستشاري تشغيل الموانئ، ودكتور ذكي البحيري أستاذ تاريخ وخبير بمياه النيل. أبدأ مع اللواء سيد الجمل. سيادة اللواء، يعني تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. سياده اللواء، طبعا انتم يعني الهيئه التنفيذيه لحمايه نهر النيل والبيئه عموما من المخالفات والمخلفات وغيره، ماذا تواجهون لحمايه هذا النهر العظيم؟ اولا طبعا لا شك ان نهر النيل ده هو شريان الحياه لمصر، ويجب علينا وعلى الاجيال الشابه المحافظه على كل قطره ميه من هذا النيل العظيم. تمام. اولا انا يعني انا بحب اشير ان انا مدير شرطة البيئة والمسطحات سابقا. تمام. اولا لازم في هناك عده وسائل وعده طرق يجب ان نبادر الى اتخاذها. اولا يجب اعتبار التعدي على النيل دي او مياهه من قضايا الامن القومي للبلاد. تمام. يجب ان يكون هناك سن للتشريع لتنظر هذه القضايا امام محاكم امن الدوله او المحاكم العسكريه، وتكون محاكم سريعه ومنجزه طبعا لتحقيق ردع شديد. يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا هناك دور للاعلام، صحيح. هناك دور كبير جدا للهيئات، لوزاره التربيه والتعليم، يجب ان تدخل منظومه النيل بالكامل من المصب من بدايته إلى نهايته. يجب أن يكون هناك مادة علمية، وخاصة في النشأ بداية من التعليم التمهيدي، لينشأ ليكون هناك أجيال متعاقبة تشعر بمدى أهمية النيل، أن ننشئ ثقافة للمحافظة على النيل وعلى المياه ونظافتها. كل هذه الأمور لابد. طيب. أن سيادة اللواء، من دورك وخبرتك سابقا في هذا المرفق الحيوي، فكرة ان الشرطة بتجمع مجموعة، يعني بيكون في النهاية هي مجموعة من القضايا بترفع على بعض المعتدين وغرامات وانتهى الموضوع، هل ده كافي؟ اطلاقا غير كافي، اطلاقا يجب ان تكون غير كافي طبعا بوضع طبيعي. اولا الشرطة حضرتك بتقوم بدورها على اكمل وجه. هناك دور للمحليات، المحافظة، المحليات، تمام. كل دي ليها أدوار. أنا عايز أقول لحضرتك، في العدالة النجزة والسريعة ده نقطة مهمة جدا لتحقيق الردع ده، من أهم الأشياء، وخاصة أنت عارف حضرتك إن إحنا عندنا أمية صحيح شديدة وللأسف الشديد نسبتها عالية جدا. تمام. سيادة اللواء، أنا بشكر حضرتك على مشاركتك. اللواء سيد الجمل مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية سابقا. أنتقل لدكتور محمد الحداد الخبير البحري واستشاري تشغيل الموانئ. دكتور، تحياتي لحضرتك.
اهلا بيك، اهلا وسهلا. يا فندم، كان مشروع تشغيل نهر النيل والنقل النهري، وكانت فيه ايضا مخاوف من استمرار التلوث بمخلفات سفن النقل، وايضا عندنا ما زال مشكله مخلفات السفن السياحيه اللي كانت بترمي مخلفاتها في النيل. فراي حضرتك كيف نتغلب على هذه الخطوات ونستعيد النيل نظيف وايضا كشريان حياه ووسيله نقل جديده؟ هو حضرتك بالنسبه للملوثات بتاعه السفن دي ما فيهاش مشكله ابدا، لان في انظمه بتحكم الكلام ده. تمام. حتى في البحر في معاهدات زي معاهده ماربل ميريتايم اول بوليوشن بتحدد ان النفايات بتاعه المراكب لابد تتسلم في المواني ولها طريقه معالجه معينه بشرط انها متلوث، يعني ممنوع انها يعني مش مشكله يعني. لا دي ما فيش مشكلة، هو بيتبع لها غرامات بتصل إلى السجن لو حصل. تمام. وبعدين احنا عندنا النيل اللي احنا لازم نهتم بيه على ثلاث محاور. أول محاور ان هو مياه شرب، نمرة اثنين ان هو ثروة سمكية ممكن التلوث بيعالجها، نمرة ثلاثة ان هو شريان نقل من الجنوب للشمال وبالعكس. فاحنا مهم جدا التعديات كمان اللي بالبنى دي تتشال عشان نقدر نعمل مواني على النيل او مشاريع لوجستيه او اللي هو المشاريع اللي بتساعد النقل. وطبعا النيل بيبقى نقل رخيص ويوفر الضغط على الطرق والكلام ده. تمام. انا بشكر حضرتك يعني دكتور محمد الحداد الخبير البحري والاستشاري تشغيل الموانئ، وانتقل لدكتور زكي البحيري استاذ تاريخ وخبير بمياه النيل. دكتور زكي، يعني طبعا تاريخ النيل معروف بالنسبه للجميع، فهو كما قلنا هو مصر هبه النيل. يعني في عجاله كيف تلخص لنا مشاكل تعديات عن النيل وحلول سريعه في نهايه هذا البرنامج؟ يعني هو اسمعني حضرتك ان انا اقول يعني كمقدمة للكلام إن نهر النيل شيء مهم جدا جدا طبعا بالنسبة لمصر وللزراعة المصرية للصناعة المصرية. الحقيقة مصر نفسها عبارة عن واحة في قلب الصحراء صنعها النيل. صحيح. لذلك الحفاظ عليه مسألة حياة أو موت. والنهاردة أنت تعلم، كلنا نعلم وكل الشعب المصري يعلم المنافسة والخلاف في وجهة النظر فيما يتصل بمرور مياه النيل ومجيئه إلينا بنفس تدفقاته اللي هي السابقة من أثيوبيا وسد النهضة وما إلى ذلك. لذلك هذا يحتم علينا ضرورة الحفاظ على هذه المياه إذا كانت هي بهذا الغلو وهذه الأهمية، يعني شيء مهم جدا. طيب سيادتك شايف ان ما يقوم به الحكومة او غيره كافي حتى الآن ام محتاجين يعني تشديد القوانين او غيره؟ لا، انا اتصور ان مسألة الحفاظ على النيل ومنع التعديات عليه ومنع تلوثه تقتضي اشياء اقوى من هذا بكثير، وان لازم تفعل قوانين تمنع الناس من هذا التعدي، وانه القانون يفعل وينفذ فورا، وان ما يكونش فيه يعني اي تراجع في تنفيذه. عندك كمان انت عندك ردم بيردموا على النيل، مباني على النيل، صرف صحي على النيل، صرف صناعي على النيل، هذا لا يمكن. حاجه ثانيه ان يجب ان احنا في المناهج المدرسيه للطلاب تعطى لاهميه نهر النيل كذا كذا كذا، وكمان في نفس الوقت في كيفيه الحفاظ عليه بحيث نطور السلوك العام للناس في الحفاظ على مياه النيل واحترام هذه المياه وعدم التعدي عليها. يضاف الى ذلك كمان ان لازم الاعلام، يعني حضراتكم هو في برنامج من هذا القبيل تقوم بدور مهم جدا قناه طبعا هي مسؤوليه شامله على جميع يعني وسائل الدوله وعلى المواطن المصري العادي. دكتور زكي البحيري استاذ تاريخ وخبير بمياه النيل، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى هذه الاضافه الى موضوعنا المهم. ومشاهدينا الكرام، اعود مره اخرى لزميلتي ايمان الشيخ، واكيد لديها مزيد من التعليقات حول ارائكم ومشاركتكم في هذا الموضوع. اليك ايمان. نعم حسام، لا تزال الكثير من التعليقات ترى ان الاساس الاول لضمان نجاح مبادره رئيس الوزراء للقضاء على التعديات على نهر النيل او حتى على الاقل لتحجيم هذه التعديات هو تفعيل وتطبيق القانون بكل حزم وصرامه على الجميع دون وساطه او محسوبيه. ابدا حسام بابرز واحدث التعليقات التي وصلتنا منذ بدايه الحلقه.
محمد العريشي يحدثنا من الزقازيق، يقول أن أراها مبادرة جيدة للدولة التي لديها طموحات كثيرة أن تجعل مصر في مصاف الدول التي تتمتع بطابع جمالي، ولكن السؤال هنا هل ستتغير سلوكيات المواطن نفسه لمساعدة الدولة في تحقيق هذا؟ فأنا أتعجب كيف أننا نمتلك نهرا مثل نهر النيل ولا نستغله في أن يكون مفخرة يراها العالم. ناصر حجازي أيضا يتحدث عن مبادرة السيد رئيس الوزراء ويقول لضمان نجاحها لابد من تكاتف جهود الحكومة مع المواطنين، والهدف واحد هو إنقاذ نهر النيل من كل ما يتعرض له من احتلال أراضيه وشواطئه والتصدي لكل أنواع التلوث، ولذلك يجب تطبيق القانون بكل حزم على الجميع دون استثناء أو وساطة. وهو أيضا يتوجه بتساؤل إلى السيد رئيس الوزراء ويقول هل سيستطيع تطبيق القانون على الأفراد والمؤسسات والمصالح والنقابات المهنية التي قامت باحتلال أراضي وشواطئ نهر النيل في معظم محافظات مصر وبالتبعية حرمت المواطنين المصريين من رؤيته والاستمتاع به؟ وهو يقول إذا كانت الإجابة نعم فستنجح الحملة وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه. مشاهدينا، وصلت معكم بهذا التعليق الأخير إلى نهاية هذه الفقرة الخاصة بالتواصل الاجتماعي. أعود بكم سريعا إلى زميل حسام. إليك حسام. شكرا مشاهدينا الكرام لكل من شارك بالتعليق أو بالاتصال أو بأي وسيلة من الوسائل، فهذا البرنامج منكم وبكم وإليكم. نهر النيل أطول شريان مائي في العالم، هو ما سبب الحياة في مصر، وأيضا هو ما تؤثر عليه حياة المصريين الآن بالضرر. هذا النهر يجب أن نتضامن جميعا وأن يعني نحمي هذا النهر الذي هو أساس حياتنا. مشاهدينا الكرام، انتهينا من هذه الحلقة التي كانت تتحدث عن التعديات على نهر النيل، وأود أن أعرض عليكم سؤال الحلقة. حلقة الغد سيكون كالتالي: كيف يمكن التخطيط لتنشيط السياحة الداخلية أثناء إجازة نصف العام؟ مشاهدينا الكرام، هذا هو موضوع حلقة الغد. نتمنى دائما منكم التواصل في هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، وأشكركم وإلى اللقاء.